طابت لياليكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ليالي مباركات من هذا الشهر الكريم الذي بدأ ينقضي ويمضي سريعا ونحن في خواتمه، خواتيم مباركة على الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب اليمني خاصة. وها نحن نلتقي على الهواء مباشرة في برنامج استوديو رمضان لنسلط الضوء في فقرتين رئيسيتين، الفقرة الأولى استوديو الأحداث والفقرة الثانية استوديو الثقافة. في استوديو الأحداث نسلط الضوء على آخر المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، وفي استوديو الثقافة نخوض غمار المنافسة مع فرسان الثقافة. وإلى استوديو الأحداث. وفي استوديو الأحداث مشاهدينا الكرام أجدد الترحيب بكم وبزميل محمد الضبياني الذي عاد إلينا في هذا البرنامج بعد وعكة صحية ومعركة كبيرة مع فيروس كورونا. محمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا أعبر عن خالص التحية والمحبة للجميع على دعواتهم على تواصلهم، والحمد لله استطعنا أن نقهر هذا الفيروس الصغير وعدنا إليكم سالمين غانمين لنكافح يعني الفيروس الكبير لنكافح فيروس حوثونا. نعم. وبطبيعة الحال يعني يعجز الإنسان عن أن يعبر عن الشكر والامتنان للناس الذين ابتهلوا ودعوا والذين كتبوا على كافة منصات التواصل الاجتماعي والذين تواصلوا على كافة الوسائل وسائل الاتصال من أجل الاطمئنان على صحتي، والحمد لله نحن عدنا سالمين غانمين. تركتنا وحيدين طوال هذا الشهر الكريم في هذا البرنامج ونقدم الفقرتين بمفردي. الحمد لله على سلامتك. هذا في هذه النقطة كنت أشعر بك، أشعر بالثقل الذي كان عليك، والحمد لله. أنا سعيد جدا بصحتك وسلامتك ونسأل الله لك تمام الصحة والعافية ولجميع الزملاء. والبداية مشاهدينا مع أبرز ما رصدناه من عناوين. في أول العناوين، في أولى أبرز العناوين، باريس تحث الحوثيين على قبول المبادرة السعودية. خبرنا التالي عن السفير الفرنسي لدى اليمن صفا، وفي تصريح له إلى الشرق الأوسط يقول عقيدة الحوثيين تقود اليمن نحو حرب لا نهاية لها. في اجتماع ناقش تقارير لجان دعم وإسناد الجيش، محافظ تعز لا تراجع عن قرار التحرير وكسر الحصار. هذا خيار تعز وهو خيار مشروع. أما وزارة الإعلام والثقافة فقد نعت للوسط الإعلامي والثقافي ولعموم الشعب اليمني وفاة الأستاذ والإعلامي والزميل أحمد البحيح وكيل وزارة الثقافة السياحة، وزير وكالة وكيل وزارة السياحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. يعني وكان لوفاة الأستاذ أحمد يعني أثر بالغ علينا. أنا يعني تواصل معي في الفجر الأستاذ أحمد ويطمئن ويقول كيف حالك يا أخ محمد، وكان لدي معه اتصال. يعني أصبت بصدمة فاجعة أن يرحل هكذا بين غمضة عين وانتباهتها ونرى أننا بلا أحمد البحيح، هذا الصوت ذلك الحضور البهي المشرق الذي واكب القضية الوطنية والذي ساند الدولة. أحمد البحيح يعني موته وفقده في هذه المرحلة خسارة كبيرة. خسارة كبيرة فعلا على ابناء الجوف وعلى اليمن بشكل عام، ونحن نعزي أهله وكل محبيه ونحن منهم بهذا الفقدان الجلل. والخبر الذي لي، رئيس الوزراء يصل محافظة مأرب لمناقشة احتياجات معركة استعادة الدولة من الميليشيا. هذه الزيارة الأولى ربما. أما الخبر الذي يليه أيضا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، صحفيون ناجون من سجون الحوثي يروون تفاصيل تعذيبهم. ومن هذا العنوان نصيغ عنوان حلقة هذه الليلة من استوديو الأحداث، اليوم العالمي لحرية الصحافة، سجل حوثي أسود ضد الصحافة والصحفيين. بالفعل تتعرض الصحافة والصحفيين
تتعرض الحرية والحياة بشكل عام لتجريف حوثي وعداء دفين. فالحوثي يعتبر الصحفي عدو، بل يعتبره أشد عداوة من ذلك المقاتل الذي أيضا يقاتل عناصره ميليشيات. دعنا نأخذ هذه المعلومات من واحد من الصحفيين الذين اختطفهم الحوثي لفترة طويلة، لسنوات طويلة، 5 سنوات تقريبا في سجون هذه الميليشيات، ولم يخرج إلا في صفقة تبادل مع أسرى حوثيين كانوا يقاتلون في الجبهات. إنه الصحفي المختطف والمحرر من سجون الميليشيات الحوثية هشام طرموم. أستاذ هشام، أهلا وسهلا، طابت أوقاتك بكل خير. اهلا وسهلا بكم، ارحب بك استاذ محمد، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويعافيك يا حبيبي هشام، وسعدنا بانضمامك لنا في هذا اليوم، في اليوم العالمي للصحافه، وانت من الصحفيين الذين بذلوا ثمنا باهظا نتيجه البقاء مع الكلمه والصحافه والحريه. كان كثيرا ما يسأل أيضا عن الزميل محمد ويبلغني سلامه الدائم ودعواته. هشام، دعنا نتابع هذا التقرير الذي أعده الزملاء. أولا، لا شك أن الصحفيين يواجهون تحديات كبيرة في ظل سلطة الانقلاب. بيئة الصحافة وحرية الرأي والتعبير في اليمن، الإعلاميون أخطر من المقاتلين، ذلك ما صرح به على الشاشات زعيم الحوثيين، وهي عبارة لم تكن عابرة، بل كانت عبارة كاشفة عن سياسة استهداف ممنهجة ضحاياها الصحفيون، لتصبح السنوات التي تلت انتفاشة الميليشيا السنوات الأشد ظلاما وظلما بالنسبة للإعلاميين، ولتغدو المحاكمات الهزلية التي قرئت خلالها أحكام كتبها وجهزها زعماء الحوثيين، وقضت بإعدام صحفيين مهزلة باعثة على الضحك والبكاء في آن واحد. ما تعرض ويتعرض له الإعلاميون منذ انتفاشة الشؤم الحوثيين تبقى آثاره ونتائجه أكبر من كل الأرقام، لكن الإحصائيات تبقى مؤشرا مهما وكاشفا عن جانب من الجحيم الذي ألقي فيه الصحفيون منذ بدأت الحرب التي تسببت بها الميليشيات. نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن التعامل مع الصحفيين كأعداء جعلهم عرضة ل1400 انتهاك منذ بداية الحرب، منها 39 حالة قتل، إضافة لمئات الاعتقالات والاختطافات والملاحقات، وإغلاق وتوقيف قرابة 150 وسيلة إعلامية ومكاتب وسائل إعلام خارجية وشركات إعلامية وغيرها من صنوف الانتهاكات القمعية، مذكرة بعشرة صحفيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثيين، بينهم 4 يواجهون أحكاما جائرة بالإعدام. وعن واقع الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين، أصدرت 22 منظمة حقوقية وإعلامية أمس الاثنين بيانا حذرت فيه من التراجع المخيف في الحريات الإعلامية، مؤكدة أن عدد حالات الانتهاك التي طالت الصحفيين في اليمن خلال العام الماضي بلغت نحو 143 حالة، بينها 3 حالات قتل، فيما كان بيان لأمهات المختطفين قد أكد أن 60 صحفيا تعرضوا للاختطاف والاحتجاز التعسفي منذ بدء الحرب، منهم 56 مختطفا لدى ميليشيا الحوثي، تم الإفراج عن 41 منهم فقط. مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون ومحاولة البعض استنساخ ما يقوم به الحوثيون دفع صحفيين وناشطين لإطلاق حملة تحت عنوان الصحفي ليس عدوا، وتلك حقيقة لا يراها من لا يرون سوى أنفسهم ولا ينظرون إلا من فوهات السلاح. نكرر الترحيب بالصحفي والمختطف المحرر من سجون ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية، الزميل هشام طرموم. هشام، الصحفي ليس عدو، ما هي الرسالة التي من خلالها أراد الصحفيون أن من خلال هذا الهاشتاج الصحفي ليس عدو، هل ما زال الصحفي عدو بالنسبة لهذه الميليشيا؟ بالنسبة للصحفي
الصحفي هو العدو الأول بالنسبة لميليشيات الحوثي، وهذا ما سمعناه صديق العزيز في سجون ميليشيات الحوثي منذ اللحظة الأولى لاختطافنا ومعرفتهم بهويتنا أننا صحفيين، أننا صحفيون، بدأوا بمعاملات مختلفة عن بقية المختطفين الآخرين. وأنا أوردت اليوم تغريدة في هذا الموضوع أنه كان يتم التعامل معنا كصحفيين بشكل مختلف. عندما نقوم بمطالبات أسوة بمختطفين آخرين كالصلاة بالأهل، كالسماح بالزيارات التي بقينا فترة الإخفاء طويلة جدا مقارنة بمختطفين آخرين، كان يكون الرد علينا أن قيادتهم الحوثية تقوم بالتوجيه للمشرفين على السجون المباشرين بتشديد الإجراءات والمعاملات، ويقول لنا لأننا كصحفيين وفئة الصحفيين أخطر البشر وأخطر فئة عليهم. كثيرا ما سمعنا أن القلم أخطر من السيف، دائما كان يتم الترديد. ذات مرة قال لنا أحد المشرفين أن المقاتل الذي يواجهه في الميدان بهذا اللسان هو أشرف منكم الذين تقومون بالنشر لأنكم لا تواجهونها. أصلا هذه الجماعة جماعة محاربة ومقاتلة، وبالتالي هي تدرك خطورة الوعي وتدرك خطورة حملة الأقلام عليها. بالنسبة للصحفي هو لا شك أنه يحمل وعيا، وبالتالي هذا الوعي يمثل هدم هذه الجماعة ويمثل سلاح مسلط عليها. هي تدرك خطورة القلم. ميليشيات الحوثي عندما سيطرت على صنعاء قبل أن تصل إلى المزارات لتسقطها وتنقلب على الدولة، اتجهت مباشرة إلى القضائية اليمنية، اتجهت إلى قناتكم، إلى قناة سهيل، اتجهت إلى المؤسسات الإعلامية إلى الصحفية لتقوم بتوقيف التغطية ووقف تغطية الانتهاكات التي تقوم بها في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي تسيطر عليها. هي حاولت أن تخفي الحقيقة، ونحن بقينا في صنعاء انطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية في أن نقوم بتغطية الأوضاع الإنسانية والأحداث في صنعاء. وهذه كانت مغامرة منا حقيقة، لكن نحن كنا نشعر أن المسؤولية الإنسانية تفرض البقاء علينا في صنعاء لننقل معاناة الناس في ظل سيطرة ميليشيا مسلحة. هذه الميليشيا غالبا أو دائما ترتكب الانتهاكات بحق اليمنيين وبحق الشعب. نعم هشام، مهما حاولت هذه الميليشيات أن تكمم الأفواه أو تختطف الصحفيين أو تحاول أن تحد من حرية التعبير والرأي والقول والكلمة، إلا أن إصرار الصحفي اليمني في مواجهتها لا يحتاج إلى إثبات، بدليل أنك واحد من هؤلاء الصحفيين الذين اختفوا قسريا داخل هذه السجون، سجون الميليشيات، لفترة طويلة وخرجت على ذات الوتيرة وبنفس القوة، وما زالت هناك العديد من الشخصيات الصحفية التي باقية في سجون الميليشيات الحوثية وشاهدة على سوء تعاملها مع الكلمة والصحفيين. في هذا الشهر الكريم ما الذي يمكن تذكره أو التعليق عليه أو التنبيه له حول أوضاع الصحفيين في سجون الميليشيات؟ الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجين أو المختطف لدى جماعة الحوثي خصوصا في المناسبات، هي تحاول أن تقتل ما تبقى من فرحة داخلية لدى السجين. يتم في مثل هذه الأيام من كل عام توقيف الزيارات، فمع اقتراب الأعياد تبدأ بوقف الزيارات. أتذكر أنه في العام الماضي في مثل هذه الأيام معنا يعني العشرة الأخيرة من شهر رمضان أصبنا جميعا بمرض كورونا داخل السجن، وكانت الأعراض واضحة أنها أعراض كورونا. وحينما جاء إلينا الطبيب سألنا هل أنتم سألنا نحن هل هذا المرض الذي علينا الآن وهي الأعراض هل هذه هي أعراض كورونا؟ فقال لا ليست كورونا. وبعد أيام زارنا مرة أخرى واعترف أن تلك الأعراض التي كانت علينا هي أعراض كورونا. لكن كل ما يحدث من تنكيل بحق الصحفي، أقول لك عزيزي أن المهنة
هي تغطية الأحداث هي مبدأ إنساني. فنحن مهما دفعنا ضريبة لهذه الكلمة من أجسادنا ومن أرواحنا نشعر أننا لابد أن نواصل في هذا المضمار من أجل الإنسان ولأجل الإنسان، لأن الصحفي وجوده ودوره هو يعمل على الحد من الجريمة ومن ارتكاب الانتهاك. فالانتماء للإنسان والمبدأ الإنساني يجعلنا نقود مغامرة مواصلة العمل. هشام، يعني أمام الواقع المأساوي الذي يعيشه الصحفيون في مناطق سيطرة الميليشيا، أمام حالة العداء الدفين التي تستمر في التحريض ضد هؤلاء الصحفيين، ليس لأنهم فقط لأنهم يدافعون عن الحرية والكلمة أو لأنهم انحازوا إلى خيار الدولة بدلا عن مشروع العصابة. لدينا استطلاع ميداني أجراه الزميل عبدالله طربوش من مأرب، سأل المواطنين كيف يمكن للصحفيين، نحن كصحفيين كيف يمكننا أن ننتصر لحرية الصحافة المصادرة والمنتهكة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. نعم. محمد، قبل أن أيضا بإمكاننا أن نطلع بالاستطلاع من غير الكبشن، لأن في خطأ أيضا في الكبشن. لا شك أن الصحفيين يواجهون تحديات كبيرة في ظل سلطة الانقلاب. بيئة الصحافة وحرية الرأي والتعبير في اليمن تعد الأسوأ على مستوى العالم، في البيئة الصحفية على مستوى العربي والعالمي، وبالتالي فإن الصحفيون يعيشون في هذه البيئة تحت مخاطر حقيقية تواجههم في أعمالهم، سواء كان من حيث الحرية أو من حيث الأمن الصحفي، الأمن للصحفي نفسه. طبعا لا يخفى على أحد ما تمر به الصحافة في الوطن العربي عموما، وبالذات في الشأن اليمني. في اليمن يعاني الصحفيون أسوأ مرحلة مرت بها البلاد. طبعا الصحفيون للأسف الشديد يعانون من قضية الحريات عليهم منذ بدء الانقلاب وحتى الآن، سواء في مناطق الشرعية أو في مناطق الحوثي. في مناطق الحوثي يتم التنكيل بهم والزق بهم في السجون، وحتى الآن ما زال هناك زملاء يقبعون في خلف القضبان للأسف الشديد. أخي، حرية الصحافة في اليمن ما أتغيرت تغير كلي، وحصلت من حالة الحرية إلى حالة الاختناق والانتهاك المباشر. اليمن في السبع السنوات، يعني مع 2021 هو العام السابع لخنق الحريات في داخل اليمن. بعد ما حصل الانقلاب الحوثي السلالي الديني في المنطقة. يا أخي، حرية الصحافة في اليمن ما أتغيرت تغير كلي، وحصلت من حالة الحرية إلى حالة الاختناق والانتهاك المباشر. اليمن في السبع السنوات، يعني مع 2021 هو العام السابع لخنق الحريات في داخل اليمن. بعد ما حصل الانقلاب الحوثي السلالي الديني في المنطقة. تصنف مهنة الصحافة باليمن أنها من أتعب المهن عالميا، تصنف بعد أن زقت ميليشيات الحوثي بعشرات الصحفيين في أقبيتها منذ أن انقلبت على مؤسسة الدولة في العام 2014، حتى أن تعدد الميليشيا في المناطق التي من المفترض أن تسيطر عليها الشرعية تماهت مع ما تقوم به ميليشيا الحوثي، وزجت بصحفيين كثيرين في السجن. مؤخرا أصدرت السلطات المجلس الانتقالي في عدن قرارات تقيد من حرية الصحافة فيما تسمى بأخذ التصاريح، وهي تتعارض مع توجهات وزارة الإعلام اليمنية في تعدد وسائل الإعلام، صرح بها أكثر من مسؤول في الوزارة. تأتي مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبلدنا يعاني كثيرا من انتهاك الصحفيين وحرياتهم في التنقل بعد تقطيع أوصال البلد. بر ولي أيضا الذين ظهروا معنا في هذا الاستطلاع، وأعود إليك أستاذ هشام طرموم الصحفي والمختطف المحرر من سجون الميليشيات الحوثية.
هشام، ما الدور دور الصحفيين في هذه المرحلة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ومواجهة الصلف الميليشياوي الذي يحاول أن يكبت على أنفاسهم أو يحرمهم من حرية الكلمة؟ الصحفي حاليا هو الدور المحوري الحقيقي في نقل الأحداث والوقائع والانتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعة، لأنه من خلال نقل الأحداث نحن ننقل الصورة السيئة التي تحاول أن تخفي عنها ميليشيا الحوثي في صنعاء وفي مناطق سيطرتها. هناك معاناة كبيرة يا عزيزي تحدث في صنعاء مغيبة عن الإعلام، وكالات الأنباء منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء غادرت الصحفيون الأجانب، غادروا المؤسسات الإعلامية والصحفية أغلقت. فالدور الآن دور محوري ومركزي للصحفي في أن يقوم بتغطية ونقل الصورة السيئة التي ترتكبها جماعة الحوثي وتعمل على تبييض صفحتها للعالم، هي تحاول أن تبيض صفحتها، لكن دور الصحفي حاليا هو أن يكشف هذه الحقيقة وهذا الواقع المأساوي الذي يحياه المواطن اليمني في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. هشام، يعني في ظرف دقيقة، ما هي المسارات القانونية والحقوقية والسياسية التي من خلالها يستطيع الصحفيون على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي أن يوصلوا رسالة الصحفيين اليمنيين الذين يتعرضون لكل هذا الإرهاب والإجرام والتنكيل ليعرف العالم حقيقة هذه الميليشيا؟ نحن حاليا نعكف على توثيق الانتهاكات التي تعرضنا لها في السجون، نحن كذلك نتمنى أن يتم توثيق كافة الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل هذه الميليشيات، ونحن في طريقنا بإذن الله إلى محاكمة الجلاد ومحاكمة من اقترف تلك الانتهاكات حتى لا ترتكب مرة أخرى بحق غيرنا. نحن كم هي أمنياتنا أن نكون آخر المستضعفين من الصحفيين لدى هذه الجماعة، نتمنى أن يتوقف الاختطاف من قبل هذه الجماعة من خلال الضغط على ومواصلة، نتمنى كذلك من الدور الرسمي الحكومي أن يفتح لنا باب الأبواب لمحاسبة من اقترف الجرائم بحقنا. الصحفي هشام طرموم، صحفي ومختطف محرر من سجون الميليشيات الحوثية، كنت معنا في حلقة اليوم من استوديو الثقافة، شكرا جزيلا لك هشام. إذا مشاهدي الكرام ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال فقرتنا التالية من برنامج استوديو رمضان.